المد لمدة موسمين. في مسألة كده اسمها مسألة جس النبض، نشوف اللعيب ظروفه ايه، عايز يجدد ولا ما يجددش. وليد ازارو لعيب جامد جدا رغم انه بكره مش موجود في القائمة بتاعة النادي الاهلي، استبعاد لاسباب فنية وليس لاسباب اصابات بحسب ما اعلن. يعني قائمة النادي الاهلي بكره اللي هتلعب قدام الجونه، والجونه بكره ما فيهوش اللعيبه المعاره من النادي الاهلي. الاهلي تمسك بموقفه، تمسك بالبنود اللي موجوده في التعاقد، قال لك لا لعيبتي اللي انا اعرتهم لك لا ما يلعبوش قصادي. وبصراحه يعني بصراحه اكلمكم بامانه شديده، شايف ان احنا يعني شغالين في الجدل البيزنطي ده وعمالين نرهق نفسنا، واتكلمنا فيه وقت الزمالك وهنتكلم فيه وقت النادي الاهلي، رغم انه قلنا من مليار سنه كانت حصلت القصه ديت مع كورتوا اعتقد وقت تشيلسي واتلتيكو مدريد، وخلاص وكانت الناس كلها عارفه الموضوع يعني، واتحط بنده وقلنا خلاص يا جماعه طالما ده موجود في الدنيا خلاص يعني موجود. فحصل مع الزمالك والناس قومت الدنيا وما قعدتهاش، وبيحصل دلوقتي مع الاهلي والدين الناس بتقومت الدنيا وما قعدتهاش. فكره انك مشجع فبتتعامل مع الكوره على انها مشجع دي فكره لطيفه جدا جدا، بس في الاعلام ما ينفعش نتعامل بهذا الاسلوب يعني، لانه للامانه الشديده اللي حصل ده حصل مع الزمالك، كان تمسك بقى بلاعبته ان هي ما تبقاش المعاره ما تلعبش قدام فرقتها لما كان مثلا الاتحاد السكندري ده قريب جدا جدا. فانا بصراحه المسطره واحده، المقياس واحد، المقياس واحد، حصل مع الزمالك، حصل مع الاهلي، وهيحصل مع كل الانديه، لانه حصل قبل كده بزمان كتير قوي، بزمن كتير جدا في اوروبا. مفيش داعي اصلا لمساله الجدل البيزنطي ده. طيب القائمه بتاعت النادي الاهلي فيها مين؟ شريف اكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع فيه سعد سمير، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعه، عمرو السوليه وهشام محمد وحمدي فتحي، ناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي، حسين الشحات واحمد الشيخ وجيرالدو، خط الهجوم في مروان محسن واجاي. طيب ال 16 لعيب اللي تم استبعادهم في لاسباب الاصابه زي مثلا حسام عاشور، وليد سليمان، محمد محمود ونجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوي، دول كلهم مصابين بالضروره فمش هيبقوا موجودين. طيب مين اللي الاسباب فنيه؟ اسباب فنيه مثلا هتلاقي احمد فتحي وازارو واحمد علاء وباسم علي، اسلام محارب، محمد شريف، صالح جمعه، احمد حمودي، صلاح محسن، محمود وحيد، كل دول مش موجودين مع النادي الاهلي في ماتشه اللي جاي قدام الجونه. في تجدد لاصابه محمد الشناوي في الاهلي، قولوا لي بتقولوا ايه؟ ها؟ طيب زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم الاخبار والتفاصيل والبيانات اللي احنا بنتكلم فيها، طيب قولوا لي البيان رسميا ايه؟ يلا. طيب خليها تطلع على الشاشه، انا عشان انا ببقى برضو بقرا من كتاب مفتوح يا جماعه والله. تكون مش هقول الا لما الموضوع يكون بشكل بنسبه 100%. اهو ده البيان بانتظاركم يوم 28 في الملعب، ما تتاخروش علينا. ده البيان الرسمي او ده الكلام الرسمي اللي اتقال. اذا البيان ده محتواه، طيب انا ما بحبش اقول حاجه غير لما اكون متاكد منها بنسبه 100%. لانه زمايلي في الاعداد قبل الحلقه قالوا لي البيان هيطلع في كذا كذا، قلت لهم لا 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 خلوني استنى وخلوني اقول انه في كذا كذا كذا، قد يكون هناك حل في الازمه، لكن عمري ما هقول بنسبه 100%. الواحد الحمد لله عنده حدس كده له علاقه بقراءه الاخبار وقراءه التفاصيل. اذا بيراميدز يواجه النادي الاهلي يوم 28 لا تغيير على الاطلاق ولا حلول على الاطلاق في هذا الامر، عشان بس يبقى ده واضح قدام السادة المشاهدين. حطولنا كده البيان تاني، معلش اصل انا اشتغلت الشغلانه دي كتير. حطها لنا ده البيان بانتظاركم يوم 28 في الملعب، ما تاخروش علينا. مره تانيه ده البيان الرسمي اللي خرج من بيراميدز. يبقى لا صحة على الإطلاق لكل ما قيل وما سيقال في جزئية إنه في البيان ممكن يعني يطلع يقول إنه المباراة هتؤجل، لأنه مرة تانية وتالتة كان طالع أخبار وطالع تفاصيل، وأنا ارتقيت إن أنا مش هقولها غير لما أكون متأكد بنسبة 100%. قلت لكم إنه لسه في عندي شك في شوية حاجات، وبالتالي شكوكي طلعت صح. البيان رسمي يوم 28 المباراة اللي هتجمع ما بين الاهلي وما بين بيراميدز. طيب وليد سليمان بيبدا تنفيذ المرحله الاخيره من العلاج.